السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاكل يفجرها على المباشر ويبعث رسالة مشفرة ويتكلم عن إقصاء الجزائر. هيا بنا نسمع ماذا قال. لا تنسوا اخواتي وضع اللايك والاشتراك وشكرا لكم جميعا. هيا بنا نسمع مشاكل. الناس ماسك حال كرهوا السياسة، كرهوا كل شيء، حبوا غير كرة القدم. كرة القدم أنا عندي رسالة إلى بالماضي. زي بالماضي الأيام القادمة راح نبعث لك واحد الأمور. لافاف مش هذه جديدة، القديمة هي المسؤولة على كل ما حصل للمنتخب الوطني وما تعرضت له من كمائن أنت والمخبر. المنتخب الوطني هو من خونة من وسط الجزائر بالتنسيق مع أعداء الجزائر لقسم ظهر المنتخب الوطني، لكن حقنا نديوه كيما حبوا كيما اشتاو. وكأس العالم هذه من الله لنا علموها، وكأس العالم هي اللي تخسر الجزائر لما ما تروحش، مش كالجزائر اللي تخسر كأس العالم. وأكررها، سيصلك ملف مني من عند عائلتك، ما نبعثهاش ما يديوهاش، عند عائلتك لكي تشوف كل شيء وتشوف الخيانات. لكن نتمنى أنك تبقى راجل وتوقف وتبرهن باللي راك راجل المنتخب الوطني والجزائر ما زالوا فيها رجال، لأن الجزائريين كل معاك والخوانة اللي عندنا ثم سيفضحون وستهزمون ستهزمون. برا جئتم، جوا جئتم، بحرا جئتم، ستهزمون ستهزمون. وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من ينصره الله فلا غالبا له. أنتم حزب الشيطان يا خوانا. المهم أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أطلب منكم أن تشاركوا الفيديو في كل مكان، أمانة في أعناقكم. زي ما انتم سمعتوا اخوان واخواتي، هذا مشاكل ما تكلم به وهذه الرسالة التي بعث. لا تنسوا اخوان واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لدعمكم لي لهذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.